السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ معاكم اونيل. اليوم راح نلعب بليارد وراح نفتح هذا الباكج. خلنا نبدي الجيم. لا تنسون اللايك واشتراك وتفعيل الجرس. ليش تسوي؟ ما ادري ليش. اشوف الكيوب زين، ما بي شيء. حارة بالعراق، حارة. راح ندخل هاي الزرقة. اللي دخلت هاي لا لا هي همزين. نشوف شنو راح يدخل. لعيونكم. هسه شنو راح ادخل؟ فيهم زين. نشوف شنو راح يدخل. نشوف شنو راح يدخل. انت اذا نوب ما يدخل هاي، نوب ما يدخل هاي، ما يدخلها، ما تدخل. لا دخلت. هي ما يقدر. حاصرته. ها سديت تابوت. لا هم شدها علي. عندي فكرة. لا هسه شلون؟ راح يخلص الوقت.
Nope. Nope. خلينا ندخل هاي ايه لا كانت راح تدخل بس الحظ زفت زفت بلكي راح يدخل سولو وراح نفوز يا رب ايه راح يخلص الوقت ايه امشي امشي ول 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 جيم ثاني نشوف منو راح يدي المباراة واللول اشوف لك ايه همزين دخلت مالتي هاي كانت لعيونكم يلا ما يخالف هو بعد عنده 3 طابات وانا عندي 2 ويا السودة ايهم زين ما دخلت لا انا راح اقدر ادخل اخر شباب دقيقة شباب رجعنا لكم كانت عندي شغلة وسويتها يلا لا كانت إذا ضربة قوية راح تدخل حارة راح أسويها فول
Ay. هاي الصف هاي الحمراء قد بقالي طابتين دخلت وي يلا بلكي راح يطلع يلا اي فزت العب جيم ثاني